واحد الشهر اللي شديت فيه مزيان تبارك الله، شديت فيه مزيان اللي هو اللي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. شوما جبديت لكم لا فيديو حتى 7 أقسمين عديت لكم لا فيديو. صراحه ما عولاش نصور اليوم لانني كان عندي ميدان، كنت خارجه، جيت عندي واحد لقاء صحفي مع لاله فاطمه. غادي لقاء مع الصحفي لاله فاطمه، غتجي عندي هنايا للدار وغادي نشارك معكم بعض الاجواء ديال الحوار اللي غادي يكون معاهم، وان شاء الله هما غادي تلقوهم في القناه ديالهم الحوار كيفاش داز معاهم. كنتمنىكم تشوفوا الحلقه تمايا وتشجعوني، و ملي غادي يجيو غادي نشارك معكم نوريهم ليكم ونشارك معكم الاجواء كيفاش غادي يدوز الحوار ان شاء الله. كنتمنى يدوز مزيان اول لقاء صحفي ليا وهو لاله فاطمه. ولبست غير هاد الكسيوه هذه الصفرا ديالي طويله وشعري خليته مبوكلي، غير هو انا جمعتهم من الفوق بباندا بحال هكا، وكيفاش جاني كيبان طويل غير مع البوكلاش طلع. المهم كاين غير انا وماما وبابا، مرت خويا مسكينه الله جات اليوم على سلامتها. وبالنسبه للسهام في الحانوت ديالها كانت دات الصباغه غادي يصبغ ليها تمايا، وبالنسبه لاله فاطمه ديري الحوار غير معايا انايا، وهذا الشيء اللي كاين. يلا نتلاقى معكم من بنات هما جاو دابا، صفط خويا مشى يجيبهم، انا وجدت طويله عليهم ما حطيتش حاجه كثيره حيت هما قالك غادي يصوروا ويمشيو. انا حطيت لهم واحد البلاطو ديال الحلوى وشويه الفاكهه وواحد البراد ديال الاتاي، براد ديال الاتاي باقي ما عمرتوش تيدخلوا ان شاء الله، وعاد غادي نعمرو. المهم خويا راه مشى، نجيو نشارك معكم الاجواء كيفاش غدوز. المهم بنات هي جات عندي البنت والولد، ترحب بهم كنقول لهم مرحبا بكم. واحد الانسان اللي هي ظريفه كتعرف تهضر حتى في التليفون مباشره، وجا معها الدري اللي غادي يصور. راه واشنو سميتك؟ عادل. تشرفينا عادل. المهم البنات غادي تلقاو ان شاء الله الحلقه في القناه ديالهم، غنخليها لكم في صندوق الوصف، ونهار غينزلوا الفيديو غادي نخلي لكم في المنتدى ان شاء الله. وهنا غادي نشارك معكم بعض اللقطات اللي غادي تدوز ان شاء الله. والله ما يسر اول مره كندوز، عرفتي ديما كيوصل لهادشي كنبدا ندير، كان كيجيني ستريس ما كنقدرش عليه، ديما كنهرب تنتهرب. المهم يكون خير ان شاء الله. المرايه صافي كنشوف راسي يوتيوب. انا في الاول كنت كندير غير سميتو وصفات طبيعيه على الفيسبوك، وكنت كنلوحو وجا عندي اقبال بزاف في الفيسبوك، انا عندي بزاف في الناس. وبنت عم ماما اقترحت عليا قالت لي علاش اسماء ما ديريش يوتيوب، غادي يشوفوك الناس بزاف، وغير واحد الموقع اللي هو محدود. واحد الشهر اللي شديت فيه مزيان تبارك الله، شديت فيه مزيان اللي هو اللي كنت هضرت فيه على كيفاش ما بقيتش معاك النوم وهادي باينه كلام الخاينه. ربي هنيك يا ديك اللي تعشق فيك، انا مانيش المرا اللي تحلم بيك وهادي باينه سمعتها من الخاينه. ربي هنيك عمري ما غادي نديرها. المحتوى ديالي غيبقى هو ما عمري غادي نبدلو. بغات تشوف القناه ديالي مرحبا بداكشي اللي كندير اللي هو نقي و وخلاص.
ديالي اللي كيساندوني وبيكم باش انا ازيد القدام. المهم بنات هما مشاو دابا، داز داكشي مزيان، ودابا حنايا كنشربوا اتاي وهما شربوا معنا اتاي ومشاو مزروبين لانهم عندهم المونتاج ديال هاد لا فيديو ديالي، قالك غادي ينزلوا نهار بنهارو وهادشي اللي كاين. حنا جالسين دابا كنشربوا اتاي، كنتمنى لكم دعموني وكاع اللي جا من عند القناه ديال لالا فاطمه كنرحب بيه بزاف. يلا صباح الخير بنات، كصبحتوا لاباس عليكم. اليوم نهار الثاني، ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجه البارح لان ما بقى عندي ما يتصور. اليوم نهار جديد، عندي لقاء صحفي عاوتاني اخر مع حوريه ولقاء صحفي مع لالا مولاتي. نتمنى حتى ما يدوز الحوار مزيان بحال كيف داز مع لالا فاطمه. وفيديو ديال لالا فاطمه غنخلي لكم في صندوق الوصف لانه نزلوه نهار بنهارو، وكنتمنى الى الاعجاب ديالكم وكاع الناس اللي جاونا على لالا فاطمه مرحبا بكم. المهم خليكم معايا من بعد نتلاقى معكم. البنات انا لبست حويجاتي دابا. المهم بالنسبه للحلقه غادي نشارك معكم بعض الاجواء كيف شاركت معكم في لالا فاطمه، وبالنسبه للفيديو فاش غادي نزلوه غادي نبارطاجيه معكم في المنتدى باش تمشيو تشوفوا كيفاش داز الحوار، ونتمنى يدوز مزيان كيف داز البارح. يكونوا اسئله في المتناول زعما. يلا من بعد نتلاقى معكم. هنا اخواتاتي غادي نشارك معكم غير كيفاش كيدوز اجواء ديال التصوير. بالنسبه للحوار كيفاش داز غتلقاوه في القناه ديال حوريه وفي القناه ديال لالا مولاتي كيف دارت لالا فاطمه. ما نحرقش لكم المراحل حيت هما اللي غادي يديروا الحوار في القناه ديالهم، ما غاديش نديرو في القناه ديالي. انا كنشارك معكم غير كيفاش كيدوزوا الاجواء باش كتعرفوا كيفاش كيدوزوا الاجواء مع الناس اللي كيكونوا هكا دايرين الحوار صحفي. ملي حملت جلست ما بقيتش خدمت، ولدت دابا نور بنتي وصافي ما بقيتش درت حتى. وكيفاش كتجيبي الافكار تاع الحلقات تاعك؟ واش كتبقى كتخططي ليهم؟ ميزه اللي هي واحد الانسانه اللي هي طيبه، طرافات كنهضر انا وياها في التليفون، واحد الانسانه اللي كتبغي الخير للناس. مده ديال سنه وزيد يعني تعرفت عليها شحال هذه. كنت انا اللي مشيت عندها القناه ديال بعد فيديوهات اللي عارفهم غادي يفيدوني، بحال خرجت شي خرجه ولا دارت شي طبخ ولا هكا كنتفرج فيها. اكرام بلا نوفا تبارك الله عليه. البنات داز داكشي زوين بزاف. المهم حاولت نبدل شويه، بدلت جاكيطه بغيت نحيد الاخرى باش ما نبانش بهم بجوج، حتى لبس القفطان ولكن راه البرد بزاف. قلت صافي عندي واحد جوهره ولكن البرد راكم عارفين جوهره بارده. المهم نتلاقى معكم بعد. دابا يوتيوب عندي 3 سنين تقريبا، وكنت كنشوف الفكره ديال ردت فعل زوجي انا تفتح قبل ما افتح المقيمه بولندا مدينه عين دوز. نقدر نكتب هذاك العنوان اللي ولا سيدي دابا درجه ما بقيتش كنكتب. انا هاد الدرجه اللي نايضه كتعجبني بزاف، انا هذاك الشيء اللي كدير كنحاول ناخذ منه غير واحد الشيء، لكن ما كرهش نولي بحال لا صالير ماشي ملي شنو اللي كاين. اغلى صالير
بالنسبه لاغلى مبلغ كنت خديته كانسان يوتيوب، كنتلاقى مع بعض المغربيات يعرفوني سعد المجرد.